أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، نبدأها بالعناوين. معارك مستمرة في الجوف والمحافظ يكشف عن زرع الميليشيا لثلاثين ألف لغم. اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين المقاومة والميليشيا في محافظة الضالع. منظمة الصحة العالمية تقول إن ما يزيد عن 6000 يمني قضوا بسبب الحر. أهلا بكم. استشهد مدني برصاص قناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة تعز، وقال مصدر طبي إن الأربعيني صالح محمد البدجي استشهد في حي الزهراء برصاص القناصة المتمركزين في معسكر قوات الأمن الخاصة. وفي السياق ذاته، قصفت الميليشيا المتمركزة في القصر الجمهوري حي الزهراء بمضادات الطائرات. اندلعت مواجهة عنيفة بين المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني وبين الميليشيا في أحياء في مدينة تعز. وقالت مصادر في المقاومة إن المواجهات دارت في حي ثعبات والدعوة شرقي المدينة بعد أن شن الحوثيون وقوات المخلوع هجمات على مواقع المقاومة. وأضافت أن الميليشيا هاجمت مواقع المقاومة في الحي ذاته من مقبرة حسنات وبيت الربيا وباتجاه مبنى الإذاعة. تتواصل المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة. وبالرغم من إعلان الحكومة سيطرتها على المدينة في وقت سابق، إلا أنها لا تزال تشهد معارك برية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نحن الآن في جبهة حرض، تحديدا بالقرب من قرية المخازن. القرية تقع خلفنا تماما، ولم نتمكن من التصوير منها بسبب اشتداد المعارك على أطرافها. كان الجيش الوطني قد سيطر أمس على قرية المخازن، هذه القرية التي هجرها سكانها وتحولت إلى ثكنة عسكرية للميليشيا. وفي الساعات الماضية حيث تمكن من السيطرة على الخط الواصل ما بين حرض وميدي، وبالإضافة إلى سيطرته السابقة على قرية المخازن ومبنى البريد بمدينة ميدي ومزارع نسيم في حرض. هذه إحدى الدانات وقعت بالقرب منا كما تشاهدون. ومعنا الآن لتوضيح الصورة أكثر أحد القادة الميدانيين هنا. بسم الله، الحمد لله أنه تم السيطرة على هذه المنطقة من قبل بداية الهجوم من يوم أمس بالفجر، وتم السيطرة الكاملة على هذه القرية التي كانت تحت أيادي الحوافيش. إذن لا تزال المعارك مستمرة وعلى أشدها هنا بين الجيش الوطني والحوثيين، والساعات القادمة ربما تنبئ بالمزيد من التطورات. علي جعبور، قناة بلقيس، حرض. أعلن محافظ مأرب سلطان العرادة عن خطة عسكرية سيتم تنفيذها لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية صرواح التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية إن ما يقارب 16 ألف فرد بدأ دمجهم ضمن قوات الأمن ومنح 2000 فرد دورات تدريبية في الجانب الأمني. وأشار العرادة إلى تواجد ما يزيد عن 700 ألف من أبناء المحافظات الأخرى في مأرب بعد نزوحهم من المناطق الأخرى. من جانبه، كشف محافظ الجوف حسين العجي العواضي أن ميليشيا الحوثي والمخلوع زرعت أكثر من 30 ألف لغم متنوعة الأحجام في المحافظة. وأضاف العجي في تصريحات صحفية أن هذه الأعداد الكبيرة من الألغام أثرت على التحركات العسكرية للمقاومة والجيش الساعية لاستكمال تحرير مديريات المحافظة. وقال العواضي إن السلطة المحلية تسعى لفتح الطريق العام التي زرعت فيه الميليشيا كميات كبيرة من الألغام. على رأسها لواء النصر بقيادة ذكر المتحدث باسم المقاومة الشعبية في الجوف عبدالله الأشرف أن 80% من أراضي المحافظة أصبحت تحت سيطرة المقاومة والجيش الوطني. وأضاف الأشرف
أن مقاتلي الجيش والمقاومة استعادوا السيطرة على منطقة المركبات بعد معارك مع الحوثيين وقوات المخلوع، وأشار إلى أن المعارك مع الميليشيا أسفرت عن إصابة 4 من قوات الجيش وعن مقتل وجرح عدد من الحوثيين. وينضم إلينا الآن من الجوف الناطق باسم المقاومة الشعبية القائد عبد الله الأشرف. أستاذ عبد الله، ماذا عن جديد الاشتباكات بين المقاومة والميليشيا الآن في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الدخول إلى مديرية المخلوب جنوب غرب محافظة الجوف ومديرية المتون غرب محافظة الجوف قرب مديرية الحزم ما يقارب 5 أيام وهي تدور اشتباكات طاحنة في هذه المديريات، وبفضل الله عز وجل تقدم أبطال المقاومة والجيش في مديرية المصلوب تقدم كبير، وكذلك أبناء المقاومة والجيش في مديرية المتون، إلا أن أبناء مديرية المتون لا زالوا يعني متقدمين غربا، والآن جبهة المصلوب تتقدم لتوازي هذه الجبهة جبهة مديرية المتون. والآن خلال 48 ساعة بدأنا نسمع رصاص المتوسط الأسلحة المتوسطة والخفيفة بدأنا نسمعها لأنها مديرية المصلوب موازية لمديرية المتون، وتقدموا تقدم كبير. الآن اليوم سيطروا على المركبات قرية غرب مديرية المصلوب ولا زالوا يواصلون تقدمهم، ورصاصهم الآن يتعدى منطقة أول مديرية المتون التي لا تخضع لسيطرة الجيش والمقاومة الآن، وبإذن الله عز وجل التقدم كبير والعدو متراجع ومنهزم وميليشيات كل يوم ما بين أسير وقتيل وجريح وتشهد. نعم أستاذ عبد الله، يعني هل تمت السيطرة بشكل كامل؟ هل تمت السيطرة على أكثر من 80% من الأراضي؟ نعم، بالنسبة لمحافظة الجوف من حيث الأرض المقاومة والجيش تسيطر على أكثر من 80% من حيث الأرض، ولكن لا زال هناك مديريات متاخمة صاعدة تخضع لسيطرة الحوثي. وماذا عن ما بعد ذلك؟ إلى أين تتجه المقاومة والجيش؟ إلى أي محاور؟ الآن بإذن الله عندما المقاومة والجيش في مديرية المتون والمقاومة والجيش في مديرية المصلوب الآن بصدد التحام بين الجبهتين والزحف غربا نحو مديرية المطمة والزاهر التي المطمة التي تربط الخط بخط أرحب صنعاء، والزاهر الذي يصلنا إن شاء الله إلى حرب الشتيان أول مديريات عمران. نعم، كان معنا الناطق باسم المقاومة الشعبية أستاذ عبد الله الأشرف، شكرا جزيلا لك. تجددت الاشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة حمك بمحافظة الضالع، وشهدت المنطقة مواجهات بالأسلحة المتوسطة أثناء محاولة الميليشيا التقدم إلى قرية يبار، فيما تشهد جبهة موريس قصفا مدفعيا بين الجانبين خصوصا في منطقة يعيس بين العرفاف وموريس. هدوء حذر تشهده جبهات القتال في محافظة الضالع بعد معارك عنيفة عاشتها مناطق عدة خلال الساعات الماضية. في جبل يبار البوابة الغربية للمحافظة باتجاه إب ينتشر مقاتلو والمقاومة الشعبية في كافة المواقع استعدادا لصد أي هجوم لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. معنويتنا أقوى في أقوى إن شاء الله، وإحنا صامدون بإذن الله، ما دمنا الله سبحانه وتعالى معنا نحن إن شاء الله بالنصر إن شاء الله قريب. على هذه السلسلة الجبلية يرابط المقاتلون في مهمة الدفاع عن مناطقهم والوقوف سدا منيعا في وجه أي تمدد للميليشيا، فقد أصبحت التحركات في الخطوط الأمامية للجبهات مهمة حتمية لم تتوقف، وحالة الترقب هي المسيطر على المشهد الميداني ويرافقها أحيانا اشتباكات متقطعة. مرات عدة تدفع الميليشيا بمقاتلها إلى جبل يبار للسيطرة عليه، إلا انتشار أفراد المقاومة الشعبية حد من ذلك. هذا هو جبل يبار وهذا هو جبل حمك، وهما شاهدان على كل العصور بأننا الأقوى وسنثبت جدارتنا ونحن ضد الأعداء إلى قيام الساعة بإذن الله. هذا الهدوء يقابله اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين الحين والآخر، خاصة في منطقة يعيس بين العرفاف ومريس. أما في جبهة دمت أكدت مصادر ميدانية أن عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا يتبع الميليشيا أدى إلى سقوط عدد من الجرحى،
فيما لا تزال محاولات الميليشيا مستمرة للتقدم. ومعنا من الضالع مراسلنا محمد المريسي. محمد، لماذا الميليشيا تحاول بل تستميت للسيطرة على هذه القرية، قرية يبار؟ نعم، السيطرة على منطقة حمك ويبار وأيضا يبار الذي لأكثر من هجوم ولعشرات من الهجوم التي حاولت ميليشيا الحوثي السيطرة على هذا الجبل، حيث يمثل الجهة الجنوبية لمحافظة الضالع، وأيضا يطل هذا الجبل على منطقة العود، المنطقة التابعة لمديرية قعطبة. فالسيطرة على جبل حمك وجبل يبار هو عبارة عن البوابة الغربية، وأيضا يطل ويشرف من مسافة بعيدة على معسكر الصدرين التابع لمريس. أيضا في هذه الأثناء وفي فترات سابقة تواصل الميليشيا الحوثية قصف قرية يبار وقرية ظفار، هذه القريتان الواقعتان في مرتفع جبل يبار. في البارحة قصف عشوائي على القرى مما أدى إلى نزوع كبير من قرية يبار إلى قرية العذارب التابعة لبعدان. طبعا هذا الجبل يمثل فاصل أو عمود مشترك بين بعدان وبين العود أو بين محافظتين. ماذا عن حصيلة القتلى، حصيلة قتلى الميليشيا؟ هناك جرحى من المقاومة في جروح بسيطة، لكن المعلومات الحوثيين هناك معلومات ليست مؤكدة، قتلى كثر من الميليشيات في أوقات مختلفة من الاشتباكات، لكن هم يحاولوا أن يستميتوا على هذا الجبل لأكثر من مرة. نعم، ذكرت محمد نزوح المواطنين من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى، هل ذكرت الوضع الإنساني بدقة؟ نعم، تعيش هذه المناطق أصبحت المزارع خالية، المياه التي في هذه المناطق نزحوا منها يبحثون عن الماء بمسافات بعيدة، القرى حتى القرى التي نزحوا إليها تعاني أيضا هي من انعدام كل خدمات. هذه المناطق تعيش أجواء أو بعيدة عن أي خدمات تقدمها الحكومة أو أي من لمسات الحياة. أيضا قرية يبار هي منطقة فاصلة لا يستطيع حتى المقاومة ولا حتى أيضا الميليشيا، فأصبحت منطقة ضرب للطرفين. نعم، كان معنا مراسلنا محمد المريسي من الضالع، شكرا جزيلا لك. قتل جندي من الجيش الوطني بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في محافظة شبوة. وأفاد مراسل قناة بلقيس أن اللغم انفجر في منطقة تابعة لمديرية عسيلان كان الجيش الوطني قد حررها من الميليشيا. وتقول مصادر عسكرية إن عددا من أفراد الجيش قتلوا نتيجة الألغام خلال معارك تحرير مديرية بيحان التي لا تزال الميليشيا تسيطر على أجزاء منها. وفي محافظة شبوة استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيا في مديرية عسيلان. وقال مراسل قناة بلقيس إن الجيش يواصل معاركه أيضا في مناطق بيحان. كاميرا بلقيس زارت آخر المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني في الجهة الشمالية لعسيلان. مراسلنا إبراهيم حيدر ومزيدا من التفاصيل. تحت نيران الجيش الوطني هكذا تعيش ميليشيا الحوثي المخلوع صالح في محافظة شبوة. فمعركة تحرير بيحان تدخل أسبوعها الثاني بين كر وفر في مختلف الجبهات. فهنا اللواء 19 مشاة في الجبهة الشمالية يواصل عملياته العسكرية سعيا لاستكمال تحرير بيحان إلى جانب الألوية المشاركة في الجبهات الأخرى. عسيلان تستطيع أن تقول تحررت عسيلان طالما المديرية وعاصمة المديرية تحررت، بقي الا الاطراف الجنوبيه الغربيه فقط لا غير. يعني الان نحن الان على ابواب مدينه النقوب اخر المدن في مديريه عسيلان الكبرى، ونتجه الى مديريه بيحان العليا باذن الله. لكن تبقى المعضله التي تواجه الجيش الوطني في هذه المعركه هي كميات الالقام التي زرعتها الميليشيا على اهم مداخل مدينه بيحان. افراد اللواء 19 صامدون ولن نتراجع، ننتصر او نموت، وسوف نحرر مديرية بيحان من الغزاة. هذا الجبل من أهم المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات في عسيلان،
من الجهة الجنوبية، لكنه الآن تحت نيران الجيش الوطني. أما المواقع المحررة فهكذا تبدو الصورة فيها في هذه الجبهة. استطاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في عسيلان إحراز تقدما كبيرا في المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيا، ورغم كل الألغام التي زرعت الميليشيا على طريق الجيش إلا أنه ما زال يواصل تقدمه. من مديرة عسيلان لقناة بلقيس، إبراهيم حيدرة. وسعت طائرات حربية أمريكية وأخرى تابعة للتحالف العربي من غاراتها الجوية ضد تجمعات لعناصر تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات. هذا وشنت أمس طائرات يعتقد أنها للتحالف غارات جوية على محيط المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ نحو عام. ضربات موجعة يتلقاها تنظيم القاعدة الإرهابي في المحافظة الجنوبية. يتقاسم طيران التحالف وطائرات من دون طيار الأمريكية قصف معاقل التنظيم. خلال الأيام القليلة الماضية شهدت بعض محافظات الجنوب غارات مركزة على معاقل الجماعة. لحج وحضرموت وعدن وأبين تحولت إلى مسرح للطيران. وذكرت مصادر أن طائرة حربية قتلت ما لا يقل عن 50 شخصا وأصابت 30 آخرين بجروح في غارة شنتها طائرات من دون طيار ضد معسكر تدريب تابع للتنظيم في منطقة حجر غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. محافظة أبيان الساحلية تبقى هي أحد الأهداف المشروعة بالنسبة لهجمات الطيران، لطالما تشهد نشاطا ملحوظا للعناصر الإرهابية. دمرت مقاتلات حربية مقر قيادة الاستخبارات في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة الذي استولت عليه الجماعة وحولته إلى مقر لها، بينما تحدثت مصادر عن سقوط 6 عناصر من الجماعة في هذه الغارة وثمانية آخرين بغارة أخرى في ساحة قريتي الحظ ونقيل الحيالة. محافظة لحج هي الأخرى أيضاً نالت نصيبها من هجمات المقاتلات الحربية ضد تحركات الجماعة في مدينة الحوطة والوهط في تبان، حيث تشهد نشاطاً مكثفاً لعناصر الجماعة، كما وجهت ضربات ضد مبنى المجمع الحكومي ومبنى السنترال ومؤسسة المياه التي سيطرت عليها الجماعة في وقت سابق. حسب مراقبين استغلت الجماعة الإرهابية الحرب الدائرة في البلاد فذهبت للسيطرة على مواقع ومساحات في هذه المحافظات الجنوبية والعمل من خلالها بحرية تامة، وهو ما دفع بقيادات التحالف إلى توسيع عملياتها على نطاق واسع ضد مسلحي القاعدة بعد وصولهم إلى مدينة عدن ومحاولة تنفيذ عمليات إرهابية فيها. فالأحداث التي شهدتها مديرية المنصورة حيث حاولت الجماعة التمركز فيها واستخدامها معقلا رئيسيا في العاصمة المؤقتة إلا أنها فشلت مع ضربات طيران التحالف. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارين جمهوريين بتعيينات في المنطقة الحرة في عدن وشركة النفط اليمنية. وبحسب وكالة سبا الرسمية فإن القرار الجمهوري رقم 62 قضى بتعيين حسين أحمد محمد الحيد رئيسا للمنطقة الحرة، كما قضى القرار الجمهوري رقم 63 بتعيين عبد السلام صالح حميد نائبا للمدير العام لشركة النفط وشؤون التخطيط والتطوير. نظم طلاب كلية التربية في جامعة عدن يوم الاثنين وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف رسوم التعليم الموازي. وقال الطلاب إن كلية التربية فرضت على طلاب التعليم الموازي دفع رسوم مالية تقدر ب60,000 ريال، مناشدين الحكومة بتوجيه إدارة الجامعة لإعفاء الطلاب من تلك الرسوم. قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يزيد عن 6,200 يمني لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 30,000 شخص آخرين خلال الحرب الدائرة منذ عام في البلاد. ووفقا للمنظمة فإن أكثر من 21 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما فيهم قرابة 2,500,000 نازح. لا يمر يوم إلا وتطلق المنظمات العالمية جرس أنذارها للتحذير من تفاقم الكوارث الإنسانية المستمرة في اليمن،
تبدو تلك التقارير مخيفة بما تحمله من أرقام كبيرة لعدد من ماتوا أو جرحوا أو حتى نزحوا عن منازلهم مجبرين، لكنها لا تعبر إلا عن القليل من حقيقة ما يحدث على الأرض، فالكثير من المنظمات الإنسانية لا تستطيع الوصول إلا لعدد قليل من المناطق المنكوبة في البلاد. آخر تلك التقارير والتي أصبحت شبه يومية تحدثت عن ما يزيد من 380 ألف طفل يمني غير قادرين على الذهاب إلى مدارسهم بحسب منظمة اليونيسف، والتي قالت بأنها تمكنت من دعم 370 ألف طالب وطالبة لمواصلة تعليمهم، ووفرت للطلبة النازحين منهم حصصا دراسية تعويضية ومواد تعليمية. أما عن آخر إحصائية لعدد من فقدوا حياتهم في هذه الحرب حتى الآن، فقالت منظمة الصحة العالمية إن عددهم بلغ 6200 يمني، فيما أصيب أكثر من 30,000 شخص آخرين. ووفقا للمنظمة فإن أكثر من 21 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما فيهم حوالي 2.5 مليون نازح. هي معلومات مكررة إذن تصدرها المنظمات العالمية، بينما تكتفي أغلبية هذه المنظمات بإصدار تقارير فقط دون المساهمة بالتخفيف من معاناة الناس ولو بالقليل. قالت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة إن ما يزيد عن 380 ألف طفل يمني ما يزالون غير قادرين على الذهاب إلى مدارسهم. وقالت المنظمة إنها تمكنت من دعم 370 ألف طالب وطالبة من المتضررين جراء الصراع لمواصلة تعليمهم، وأضافت أنها وفرت للطلاب النازحين حصصا دراسية تعويضية ومواد تعليمية. أعلن مسؤول محلي استكمال العمل في ربط مشروع الكهرباء الضغط العالي لمناطق خلاقة وريو بعد 12 عاما في مديرية الحد بمحافظة لحج، ويقدر امتداد الخط الكهربائي ب 22 كيلومترا يشمل كافة مناطق خلاقة وريو، كذلك مع شبكة داخلية للضغط المنخفض مع المحولات. تم استكمال إنجاز مشروع كهرباء مناطق خلاقة وريو، والذي يقدر بمسافة 22 كيلو متر للضغط العالي، وكذلك شبكة داخلية ضغط منخفض مع محولات وأعمدة. وتم إنجاز هذا المشروع الذي تعثر منذ 12 عام. يعد الاحتفاء بالموروث الثقافي الشعبي واحدا من أهم المظاهر التي يحرص سكان محافظة حضرموت على القيام بها والحفاظ عليها، وجرت العادة منذ عقود طويلة أن يحيي السكان المحليون تلك الاحتفالات الشعبية التي يخلدون فيها ذكرى أجدادهم بما يحافظ عليها ويمنعها من الاندثار. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. لعقود طويلة تميز أبناء حضرموت عن غيرهم بالحفاظ على الكثير من العادات والتقاليد والمناشط الاجتماعية المتميزة التي تكتسب نكهة خاصة بتنوعها. ومن بين تلك المناشط المتوارثة جيلا بعد آخر زيارة القط، أو ما تعرف محليا باسم زيارة الهدر، والتي يخلد فيها أبناء حضارة الطين مساء السيد العلامة عمر بن محمد الهدر في إحلال السلام وإبرام مواثقه وعهوده بين مختلف القبائل المتناحرة حينها. هذا مطلع من قديم الزمان، يقومون بيدودنا ويدود يدودنا من زمان، وهذا تراث شعبي في وادي حضرموت وفي الساحل. المطلع السنوي والذي يطوف مدينة القرى
ليستقر في ساحة قصر السلطنة القعيطية كظاهرة شعبية أصيلة لها جذورها التاريخية العميقة، يتم إحياؤها من قبل الأهالي من خلال إقامة سوق شعبي وتجاري هو الأكبر في المنطقة، ناهيك عن الرقصات والألعاب الشعبية التي يؤديها الأهالي، وأشهرها لعبة الشبوعة التي تتنافس فيها الفرق الراقصة في إظهار مواهب أفرادها وحيويتها من خلال الإيقاعات القوية والرقصات المتقنة وباستخدام العصي. هذا الاحتفال احتفال زيارة القطن، زيارة الهدار بالقطن، هذا سنوي، هذا العام 2016، ونرحب هذا الأطفال معانا للحفل الكريم، تفضلوا معاكم فرحانين بالزيارة. وتصل تلك الفعاليات والتي تجذب المئات من الزوار والعائلات لذروتها خلال الليالي المقمرة من الشهر، فيما يتنافس الشعراء القادمين من مختلف مدن الوادي لإلقاء قصائدهم التي يعبرون فيها عن هموم المواطنين وآمالهم، فيما تتخلل تلك الأبيات والرقصات بعض الشبه المختلط بصوت الداني الحضرمي الأصيل. بهذه الرقصات الكرنفالية يعيد أبناء حضرموت إحياء تراثهم ويكرمون تاريخ أجدادهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس مديرية الغرب. ختام النشرة نذكر بالعناوين: معارك مستمرة في الجوف والمحافظ يكشف عن زرع الميليشيا 30,000 لغم. اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين المقاومة والميليشيا في محافظة الضالع. منظمة الصحة العالمية تقول إن ما يزيد عن 6,000 يمني قضوا بسبب الحرب. قدمنا هذه النشرة لكم من قناة بلقيس، وللمزيد يمكنكم العودة لموقع القناة الإلكتروني والتزود بالأخبار العاجلة والتفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.